الحين نستعرض مع المشاهدين الكرام فقرات حلقتنا اليوم، وراح يكون معانا في بداية الحلقة مخرج بحريني هوايته غلبت على تخصصه وتميز فيها وحاز من خلالها على العديد من الجوائز. ضيفنا اليوم المخرج جان البلوشي. حياكم الله من جديد مشاهدينا. ضيفنا اليوم ضيف مميز، مبدع، صاحب خبرة، صاحب رؤية إخراجية متميزة، وفي مجال طبعا هو التصوير، من بدأ في مجال التصوير وصولا إلى مجال الإخراج، وحتى أيضا في بداياته في الفن التشكيلي. مشاهدينا ضيفنا اليوم الفنان والمخرج جان البلوشي. يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا ومرحبا، الله يخليكم. مشكورين على الاستضافة الحلوة وعلى المقدمة الحلوة. الله يسلمك، انت تستاهل. انا بالفعل يعني فنان ومخرج ومصور وفنان تشكيلي، يعني ما شاء الله متعدد المواهب. جان، لو بنرجع للبدايات وبنتكلم في امور كثيره طبعا ان شاء الله في حلقتنا لليله، لكن اللي يعرف جان يعرف ان بالرغم من هذه الاحترافيه الكبيره وتميز في مجال التصوير وفي مجال الاخراج، لكن انت ما كان تخصصك في الجامعه لا التصوير ولا الفن ولا شيء، كان تخصص مختلف تماما. والحلو بسام ترى ان جان تخرج من الجامعة بامتياز مع مرتبة الشرف في التخصص اللي كان يدرسه. غريب طبعا. فشلون صار هالتغيير؟ والله انا احنا من عائلة، من بيتنا، من الاهل، اذا واحد معدل اقل من 90 نحسبه راسب. لهالدرجة احنا أقل يعني من 90. اقل من 90 يعني احنا نكرف وندرس، الحمد لله كنا شطار. ودائما نحاول نكون الاول، او اذا ما قدرنا الاول الثاني. فهاي كانت فطره في بيتنا ان ترى مو اول ثاني، خلاص اقل من 90 خلاص لدش البيت كذي لهالدرجه يعني. والحمد لله يعني عقب تخرجت من التوجيهي معدل تراكمي كان 96، لا تراكمي 91 والفاصل كان 96، لان اول ثانوي شوي ما عرفت الوضع ب 88 وايد زعلت، فشدت على روحي لما دشيت البيت. اي اقول لك يعني اسبوع تميت و توجيهي 96 الحمد لله، يعني صار تراكمي 91، بس ظروفنا المادية ما كانت تسمح ان انا اواصل دراستي. فرحت اشتغلت في مكتب عقارات كأوفيس بوي، بديت بس ما اعرف شيء في العقارات، ما عندي خبرة في العقارات، وبار تايم كنت ارسم حق المدارس على جدران المدارس. الله يرحمه عمي عقيل، جيراننا، كان يجيب لي لوحات كبيره يقول لي ارسم. قلت له شنو ارسم؟ قال حق المدارس. اكمل الرسمه كانوا يدفع لي يعني المبالغ. كانت عندك موهبه الرسم من قبل؟ وانا صغير. وانا صغير يعني حلو. من ايام الابتدائي كنت ارسم، حتى في الامتحانات كنت ارسم، وحتى صف الرسم كنت ارسم حقي وارسم حق ربعي، يعني يعطوني بالخشب ورقه ارسم لنا، فكنت وايد احب الرسم. بس عقب التوجيهي ما عرفت ان الرسم بيكون في مصدر رزق او شيء، فكنت اخذه كهوايه بارت تايم احبه. كان عندي جراج جنب بيتنا، خذيته مرسم وكنت ارسم حق المدارس. ونفس الوقت اشتغلت في مجال اكرهه، مجال عقارات، بيع وشراء عقار، لمده 6 سنين ما شاء الله. تميت هناك، بس مديرنا كان قلبه ابيض وكان وايد يحبني، يعتبرني انا ولده الحين عزه. قال لي ليش ما تواصل دراستك مع انك شاطر؟ ليش ما؟ قلت له والله ما عندي ظروف ما اقدر. قال لي خلاص ادرس على حسابي. فدرست اي تي في معهد البحرين. اول سنه دشيت فاونديشن جبت اقل من 4 بشوي، فشقحت سنه. دشيت اي تي والحمد لله يعني طلعت الاول في الاي تي 3.89 ما ادري كم، سي بلس بلس كودينج وهالسوالف، يعني ما اعرف شلون درست هالفتره. حتى برامج سويت، بروجرام سوفت ويرز. عقب ما تخرجت، الحين خلاص تخرجت المفروض يعني انا اشتغل في هالمجال. اخر شيء اللي سويته قمت افرمت كمبيوترات جيراننا ومدت كيابل، سويت نتورك في جيران في فريجنا اول ما بدينا الانترنت وما شو اسمه الانترنت. ولحين انت كنت لحين في نفس الشركه تشتغل؟ لحين في نفس الشركه بس بارت تايم كنت اسوي هالاشياء. بعدين من فتره حبي للتمثيل خلاني ادش اخذ لي كاميرا هندي كام اخلي قدامي وامثل، اخلد شاروخان، اخلد اشياء كذي اسوي. ف بعدين قلت انا الكاميرا فيها اشياء اكثر، قلت اجرب الكاميرا اكثر واكثر. بعدين بديت امنتج، كان عندنا مثلا نطلع مع اخواني وكذي، كنت اصورهم وتمنتجهم على ايام الفي سي ار، شريط واركب موسيقى وكنت امنتج. اخوي الكبير حاليا دكتور هو اللي شجعني، هو كان يعني عالم فيديو، عالم عشق للافلام. فهو اللي كان يدفعني يلا نسوي كذي. ف
كنا نجرب وايد اشياء، كنا نجرب ستوب موشن على ايام الهندي كام. ف جميل يعني ما شاء الله الحين اليوم اللي تشوف السي في مالك يعني جون ما شاء الله يعني انجازات كثيره وجوائز وبنيله بنتكلم عنها طبعا، واحنا بنوصل للناس اليوم ان احنا امام يعني شخصيه مبدعه ومخرج يعني وصل للعالميه كذلك من خلال افلامك. لكن بعد خلنا لحد الحين خلنا في البدايات، ما شاء الله واضح ان من التصغير عندك المخيله هذه مالت الفنان واللي يحب يتخيل الاشياء ويحب انه هو مثل ما قلت يعني يصور ويرسم ويمثل. لكن احنا لما نشوف ان انت ماشي ماخذ كنت مسار مهنه غير عن مثلا مجالك، ايوه نبي نعرف الحين وين كانت نقطه التحول في حياتك اللي خلاص انا يعني بهد العقار وبهد هاي كله هاي نقطه التحول. عقب ما بديت اسوي افلام وكذي امنتج شفت اعلان على ايام مؤسسه شباب الرياضه، كان اعلان سكول اوف فوتوغرافي او شيء ما اتذكر، ان تبي تتعلم مونتاج اتصل على الرقم. اتصلت قال لي اوكي تعال. رحت اول مره انا اندمج مع شباب غيري مع جروب يمنتجون يصورون، فعالم غير بالنسبه لي. انا كنت وايد استحي، وايد كنت خجول اتحكى ويا ناس. صار عندنا جروب نشتغل يا بعض، فالمؤسسه العامه كان بوش وايد قوي ان انا الايام كانت مؤسسه. فتعلمت على يد شباب، الاستاذه ليلى البلوشي، الاستاذ عبد الرحمن الزياني، يونس عطيه، احمد الشيخ، كلهم في المؤسسه. فالشباب اللي احنا نشوفهم كل واحد عنده ما شاء الله اكبر استديوهات، هاي الطفره اللي كانوا ربعنا. فعقب ما تعلمت الفيديو امنتج واسوي، كان في كورس ثاني تصوير فوتوغرافي. انا كنت اكره شيء اسمه فوتوغرافي، لان شيء بايخ شيء سهل، انا عندي في عالم الفيديو بروح ما بيدخل في عالم التصوير. فشباب اذكر عبد الرحمن زياني يقول لي جان يلا ندش ويانا تصوير فوتوغرافي بتتعلم. قلت لا، فخلاني بالغصب ادش تصوير فوتوغرافي. لما دشيت حسيت ترى صعب، مو اللي انا تخيلته، في ايزو، في شتر، في ابرتشر، اصور صوره ما تطلع واضحه. ايام هندي كام اصور صور واضحه بس فيديو. فهاي اللي انا خلاني انا اوكي ترى صعب لان اكيد في شيء. فتعلمت تعلمت سويت يعني بداياتي كانت مع اليوتيوب، كنت انزل دروس، كنت اشوف دروس. اوكي ترى الكاميرا مو شيء رئيسي، عندك الاضاءات اهم. فالاضاءات ما عندي انا بالزور، حاولت ادبر لي 120 دينار خذيت لي كاميرا احيانا مع عدسه واحده. الحين قمت اصور بس ما كنت مقتنع من تصوير الفوتوغرافي. الطفره الثانيه لما استاذ علي الرفاعي قدم لنا محاضره وراونا الصور، انا انبهرت من العمل. هاي في سنه 2008 انبهرت من النتائج، ان الصوره شلون تطلع كذي. فرحت وقفت معاه قلت له استاذ علي هاي شلون؟ اول كلمه قال لي لا تنادوني استاذ. يعني هاي اول يعني القدوه اللي شفته، وقام تواضع لاخر درجه. قال نفس الحكي بعد صحيح. فقلت له زين شنو؟ قال لي هاي اضاءه تستخدم اضاءات خارجيه بتحصل. وهو مواصل المحاضره، اتذكر احنا وايد شباب، احنا مصورين فوتوغرافي مبتدئين على قد حالنا في الستيج، قال من فيكم مصور فوتوغرافي؟ احنا هني خفنا، ترى تونا بادين، اشوف ما حد يرفع يده، انا رفعت يدي. قال لي تعال على الستيج. رحت على الستيج يقول لي انت بتصير مصور فوتوغرافي لان عندك الثقه عليهم. انا استانست، انا واقف على الستيج اول مره وقدام الشباب. فعقبه رحت دورت انه شنو الاضاءات الخارجيه؟ طلع اضاءات الخارجيه اضاءه واحده اغلى من الكاميرا. فرحت خذيت لي في سوق المنامه اضاءات قديمه مانوال اون اوف. اذا الحين في ترانسميتر، في وايرلس، ما اعرف هالاشياء. قمت شو سويت؟ كنت بطلت الفلاش، مديت واير طويل، القطعة اللي تركب على تحت الفلاش شلت من هناك وركبته على الكاميرا، وسويت واير 5 متر، خليت واحد من ربعي ياوده هناك وأنا أصور من هنا. فطلع عندي وايرلس بس واير أنا مسوي. فصورت صورة ياهل الشايل العلم في عند قلعة البحرين. الصورة فازت بجوائز، صورة انتشرت وانباقت. يعني الحمد لله انتشر لحد الان، تكتب البحرين هاي صوره تطلع من هاي الصوره. فانا هاي خلاني اوكي ترى اضاءات لها دور. فقمت
اسوي لي سوفت بوكسز، اسوي لي اشياء، فهاي كانت طفره. انا سمعت انك تصنع هذا. كنت اصنع معدات. كنت اسوي معدات، فهاي كان عالم الفوتو. عالم الفيديو في اشياء كرين، في دولي، في شاريو، اجانب يسوون بروحهم، ليش احنا ما نسوي؟ رحت جمعت لي خشب، جمعت لي اشياء، وانا ولد عمي قعدنا نسوي لنا شاريو ونسوي لنا كرين. صدق حاله حاله، بس قامت يعني نصور فيها تطلع نتائج. انت هلون تخلينا جان يعني نسال او يعني نوقف عن نقطه وايد مهمه. قلت انت ولد عمك، معناته يمكن في ذيك الفتره يمكن الموارد او خلينا نقول يمكن المقدره الماليه ما كانت وايد متاحه، لكن لما الانسان يشوف ان في دعم، في تشجيع من الاهل، في وقفه من الاهل، وخلينا نقول الايمان بان هذا الشخص اللي في العائله شخص موهوب وعنده امكانيات وممكن انه هو يوصل ويدعمونه، ايش كثر اليوم وقفه الاهل صنعت من جان هذه الشخصيه المميزه اللي اليوم نشوفها في عالم التصوير؟ انا احس هم القوه الرئيسيه، هم ما بقول 99.9 اقول 100%. لما انا كنت صغير، ارجع ورا شوي، لما انا كنت صغير كنت احب الرسم، وايد كنت احب الرسم، قلت حق الوالد انا ابي اشارك، ابي ادرس رسم. دورنا جمعيات، رحنا جمعيه كانت رسوم 30 دينار، هاي 30 دينار بالنسبه لنا كان مبلغ خيالي. الوالد، احنا 8 ما شاء الله، الوالد بروحه كان يشتغل، فعمره ما خلانا ان احنا نفكر ترى هاي مبلغ صعب لنا، لا، قال لي روح. لوحه واحده 12 دينار، كنت اخذ لوحات مال لوحات قديمة كانت موجودة في الجمعية، استأذن من الأستاذ أقول له أقدر أخذ، فيعطوني اللوحات، قلت أرسم على اللوحات، الألوان ما كانت عندي، صبغ ما كان عندي، فيعطوني، فقلت أرسم. وبعدين دشيت في جمعية ثانية، الوالد بعد ما أدري شلون دبر المبلغ خلاني أدش وأشارك، لوحات ما أدري من وين يجيب لي، فهالأشياء كنت أحصل بوش شيء خيالي. ولما بدأت في التصوير الفوتوغرافي أنا يعني يجيبون لي كاميرا يمكن أكثر من راتبي، 120 دينار كان أكثر من راتبي هالفترة لما تخرجت من توجيهي، فيابوا لي كاميرا، فهاي كاميرا بالنسبة لي كانت أغلى معدة عندي، أغلى شيء. لما بديت أصنع معدات وين؟ في البيت، في حوش البيت. عمري الوالدة والوالد ما كانوا يقولون قاعد تلوز، لا، كنت ساعات أقول مثلا أبي أشياء خشب، الوالد يروح يجيب لي، يلا اشتغل. وهم اول جمهور يطالعون افلامي ويصفون لي، ادري ان العمل يمكن بايخ، بس عمره ما خلوني انا يقولون لي او يخلوني انا افكر ان العمل ذي ترى استانسه. فهاي اللي خلاني انه اوكي ترى يعني بالنسبه لي انا افكر في هالمجال، ما علي من اشياء ثانيه، ما علي من شلون ظروفنا الماديه، ما علي من ظروف ثانيه، انت فكر في مجالك. والحمد لله يعني هاي احس انا محظوظ، مو كل من يحصل هالفرصه وهالحظ بالضبط. نعم. حلوه يعني صراحه وقفه الاهل دائما، احنا أكيد. يعني مرت علينا قصص وايد، ومن بينها قصتك اللي نسمع انه يعني كانوا الاهل لهم دور رئيسي في صنع شخصيه شو اسمه الممثل او الفنان او غيره. احنا مستمرين معاك، لكن احنا نبي شوي نبتدي نستعرض اعمالك مع مشاهدينا الكرام. احنا نشوف معاكم مشاهدينا هذا المقطع، وبنرجع نعلق على موضوع هذا المقطع. بصراحة كل شيء تمام الحمد لله. يعني أقدر أقول حياتي قاعدة تمشي للأفضل. فيلم جلباب جان، يعني اللي شاف هذا الفيلم يشوف انه هو طبعا فيلم مختلف وفكرته اصلا غريبه، وعشان هذا الاختلاف وهذا التميز فهو فاز في طبعا بجائزه الافلام القصيره البحرينيه. نبي نتكلم عن هذا الفيلم وعن فكرته. انا كل فتره بجرب شيء جديد، لما اسوي شيء احب انه مره ثانيه بسوي شيء مختلف عشان اتعلم. عقب ما سويت فيلم طويل الحمد لله انعرض في وايد اماكن، فيلم زراب، الحين حبيت أدش في عالم السينما مختلفة، اللي عالم الدراما اللي ما فيها حركات الكاميرا، ما فيها الأشياء، وحبيت أوصل رسالة من خلال الفيلم.
فكرت في قصة إن شلون بجيب شخصية غير معروفة أو شخصية اللي مو شخصية أصلاً عليه كفر عليه شيء، ففكرت في دبدوب. هاي دبدوب ذبحني وأنا أدور هالدبدوب، صار لي أسبوع كامل أدور البحرين أحصل هال. الحمد لله يعني عقب ما حصلت إن حاولت إن أدور هاي الدبدوب أخلي شخصية اللي واحد كل يتخيل أي شخص منه، يتخيل روحه، يتخيل أحد من أهله، يتخيل ربعه، هاي الشخصية تقدر تقطها في أي مكان. والفويس أوفر للفيلم يكون عكس الفيلم، يعني أنت مثلا لما تقول أنا مستانس بس أنت قاعد تشوف أنه هو مو مستانس في النهاية، في كلايمكس في الفيلم أنه هاي مين طلع كل هالأشياء. فهاي أنا التارجت الرئيسي أنه عن الوالدين، الوالد بالخاص، يعني هو كان يكرف اشتغل بس عمره ما خلانا احنا نفكر انه هو شقد تعبان، يكرف شقد تعبان، واحنا مستانسين ونعيش ونلعب، بس في النهاية حتى نروح له ساعة مثلا يرجع من الدوام مثلا 12 ساعة مدام نروح نحضنه ويحضنه ويلعب ويانا، فعمره ما خلانا لا اروح بينام، لا هاي الشيء اللي ما حسينا فيه. فانا هاي الرسالة كنت بوصله، ترى ساعات في ناس في اولياء الامور ما نحس بيهم بس هم من داخل تعبون. فهاي فكرة الفيلم بشكل عام. لا ما شاء الله، يعني حتى من ناحية التصوير يعني اعتمادك على اللقطات اللي هي ثابتة وفيها اللي هي حركة الممثلة وحركة أي. الشخصيات في الفيلم، وهذه شيء إبداعي، يعني أنا عارف إن يعني شيء صعب بعد إنك شو تسوي الفريم أي. تطلع الشخصية يعني تخلي الأكشن يكون هو سيد الموقف في الحدث. الفيلم هذي يعني حصل جائزة الحمد لله ولله الحمد، وعندك أفلام ثانية وبنتكلم عنها، لكن يعني أنت ما شاء الله جان وصلت لمرحلة اللي مو بس يعني أنا المصور أو حتى المخرج، لا أنا بعد يعني أحط محتوى الفيلم. إيش كثر أنت اليوم قاعد تهتم بمحتوى الفيلم، بالرسالة، بالحبكة، خلينا نسميها بحبكة الفيلم نفسه؟ هاي أهم شيء، لأن الحين حاليا نفس ما أقول دائما، حاليا كل من عنده كاميرا، كل من حتى التلفونات تصور 4K، إضاءات رخيصة متوفرة في كل مكان، كل شيء متوفر. فأنت شلون بتكون متخصص أو شلون بتكون غير عن تتميز عن الآخرين؟ شلون تكون متميز؟ الكونتنت، الموضوع اللي بتتكلم عنه لازم يكون مهم. ترى الحين إذا تبطل يوتيوب 20,000 شيء تحصله على حبة زر، فانت شلون تخلي موضوعك وفيلمك متميز عن باقي الافلام؟ فيلم واضح، كل الافلام واضحه، فيلم تصويره حلو، معظم الافلام تصويره حلو. الشيء الرئيسي اللي يسمونه سكريبت او سيناريو او الكونتنت نفسه، هو يكون انا احس هو البطل الرئيسي في الفيلم. صح. انا قبل اول ما بديت في المجال دي كنت اعطي قوتي كامل في التصوير، ان بحرك الكاميرا كذي، بدخل الكاميرا كذي، بسوي على الحركات ان الناس يستانسون. في النهايه عرفت ان لا، ترى الموضوع مو في ذي الموضوع، ان شلون انت تخلي بلقطه بسيطه توصل رساله، حتى لو اللقطه تكون ثابته، شلون ملامح الوجه او ملامح عيون فقط توصل رساله. فهاي ابي لها خبره، صناعة وانا لحد الان قاعد اتعلم. جان، يعني واحنا نتكلم عن موضوع اللي هو صناعة المحتوى، وإن شلون لازم أي عمل يكون فيه له رسالة وفيه له هدف. عندك عمل مؤخرا في السوشيال ميديا اسمه نو سليب، ف هذه أعتقد هو عمل بعد في تحدي مع مشاهير السوشيال ميديا، أكلمنا عنه. والله أنا ما أقدر أتكلم وايد لأن برنامج شغالين عليه، برنامج نو سليب. لما كلموني عن برنامج إنه يعطوني طبعا التنفيذ، مو الإخراج، التنفيذ من ناحية الكاميرات والأشياء، كان تشالنج وايد كبير، يعني أشياء ما سويتها من قبل. فهاي خلاني أنا أتعلم أكثر وأجرب أشياء، والحمد لله صورنا البرنامج خلال 3 أيام وطلعنا بنتائج حلوة. إن شاء الله عقب المونتاج وعقب التعديلات كلها إن شاء الله تكون برنامج قوي إن شاء الله. وهاي الماكسيموم اللي أقدر أتكلم عنه البرنامج. أنا توني بسألك زين، بنعرف نو سليب يعني هو برنامج تحدي لا نوم. هل الكل عارفه يعني برنامج تحدي لا نوم، من خلال نوصل رسالة إن شنو أهمية النوم في الحياة، هاي بشكل مختصر.
مهم جدا بشكل مختصر. يعني احنا ورا الكواليس بعد ما رقدنا فعرفنا شلون يعني اهميه النوم. جميل. طيب طبعا جان، ما يعني تقتصر مشاركاتك ولا اعمالك بس على العمل في مملكة البحرين، ولكن تعدد ذلك حتى خارج البحرين، فكانت لك مشاركات في معارض كثيرة وقدمت كثير من الأعمال خارج مملكة البحرين. العمل خارج الوطن، خارج خلينا نقول يعني إطار المحلي، إيش كثر يضيف للشخص الفنان؟ شنو ممكن يكتسب من خبرات؟ إذا احنا تمينا فترة نشتغل في نفس المكان أو في البحرين، صدق إننا نتعلم أشياء، بس أنت لما تطلع من برا، تطلع من ديرة وتشوف رؤية مختلفة، نظريات الإخراج مختلفة، فتتعلم وايد. يعني أنا لما رحت إلى كاليفورنيا خدت كورس بسيط لمدة شهر، بس خلال هالكورس يعني دشيت أتكلم مع المخرجين كبار، تكلمت مع ناس، تعلمت ترى أنا اللي قاعد أسويه مختلف تماماً اللي هم يفكرون فيه. فاحنا لازم نغير نظرية تفكير الإخراج. يعني أنا نفس ما قلت أنا كنت أفنن وايد في التصوير، فهناك يقولون لي لا لا، الفن التصوير خله على المصور، أنت كمخرج ركز على المشاعر، ركز على الإيموشن، ركز على العيون شلون تتحرك العين، على هالأشياء الدقيقة. وغير دي أنا لما تميت فترة هناك خلصت الكورس، ما حبيت إن بس أنا أكون بس رايح الكورس وأتعلم يد، فشلون أنا أكتسب خبرة أكثر وأتعلم أكثر وأتعرف على ناس أكثر؟ وتعرفت على فنانين ما شاء الله، يعني فنانين عالميين، وسويت لهم فيديو كليب، أكثر من فيديو كليب، وسويت عمل إعلان حق صاحب معرض سيارات، مع أنه وايد أحب أصور السيارات. يعني هاي الشيء خلاني إن أنا أتعامل أكثر من جهة، أكثر من ناس، وطريقة تعاملهم طبعاً وايد مختلف. هني طريقة تعاملنا حرفية أكثر، ما بقول هني زين وهناك مو بزين وهناك زين، لا، طرق مختلفة، فهني تكتسب خبرة أكثر. نفس الشيء لما اشتغلت في السعودية، اشتغلت في قطر، اشتغلت في باكستان، اشتغلت في بلوشستان، اشتغلت في دبي، في عمان، كل مكان لا، ونيبال، كل مكان له لمسة مختلفة، كل مكان له طريقة مختلفة في العمل، فخليك تكتسب خبرة. يعني تعرف إن رايح الديرة أنت يكون نظريتك مختلفة تماماً. فالحمد لله، يعني ها أنا أحس يبيلي أكثر، يبيلي أسافر أكثر، يبيلي أتعلم أكثر، فالحمد لله. يعني تحس جون إن المخرج لازم يكون مصور قبل أو مو شرط؟ مو شرط، بس يفضل. يعني احنا اذا بنتكلم عن الافلام العالميه هوليوود كبار، المخرج اذا يكون مخرج تحت تيم متمكن، تحت تيم عارفين شغلهم، فهو يركز في ناحيه الاخراج فقط. هو خلاص هو وصل لمرحله انه بس يامر يعرف ايش يبي المشهد، يبي يطلع المشهد. احنا هني نتعلم من بعض ونجرب. ترى انا اذا بديت سيده في عالم، ترى خلصت الدراسه رحت انا مصور ريل على ريل، المصور سوى كذي وسوى كذي، أنا ما قاعد أتعلم شيء. يمكن أنا شغلي ترى المصور يمكن أحسن مني، فأنا لما أبتدي أصور، أبتدي أمثل في مخرجين وايد بدوا يمثلون. أنا إذا بديت أشتغل في الإضاءة فيكون عندي فكرة عامة عن العمل اللي قاعد أسويه، عارف تدير العمل بعدين. وغير دي إحنا ساعات نتغشمر، تقول إنه ما ينقص عليك بسهولة. لما تقول حق المصور عطنا هالزاوية يقول لك ما يصير، انت عارف ترى الطريقة كذي، تقول له عطنا ديبت اوف فيلد هاد ويقول لك ما يصير، انت تعرف. فاحنا يعني نتغشمر ويا الشباب، ترى اذا تعلمت ما حد بيقص عليك في التصوير. يعني هو في النهاية يعني اذا كان المخرج كان مصور، هو يعني يعتبر المصور هو عينه في العمل. بالضبط. وهو يضيف، ترى المصور دائما يضيف لمسة فنية، يعني هو اللي يحول المشهد، يجيب الرؤية المخرج في المشهد نفسه، ترى هو شغل المخرج. فلازم بعد انسجام يكون بينهم. أكيد. إحنا يعني مواصلين في عرض أعمالك جون، وأنا أعتقد يعني فريق الإعداد جهز لنا مقطع، نشوف هذا المقطع ونرجع بعد نعلق عليه.
أنا قبل ما أقول سؤالي صراحة بنقل لك الكلام اللي قاله مخرجنا، قال أبدعت. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن. يعني جان لما شفنا هذه المقطع، إذا إحنا ما شايفين الحين الفقرة مع المشاهدين، نتوقع إن إحنا قاعدين نشوف بالفعل سيارة حقيقية ونشوف شارع وتراب، وهذه كلها يعني من صنعك أنت. أنا تمنيت أشوف الصورة قبل أو شيء، طالعون الصورة عقب يعني يفاجئني إن شلون سووها. بس ما شاء الله هذه الدقة والإبداع، يعني مو أي أحد ممكن يسويها. الحمد لله، يعني هاي خبرة. اليوتيوب، الأستاذ يوتيوب ما يقصر، نتعلم منه وايد. هاي كان تشالنج. هاي كلمت زميلة قلت لها أنا بسيارة صغيرة بصورهم كسيارة حقيقية. استغرب، قلت له أوكي. أول شيء الشغلة ترى ما أقدر أسويها بروحي، التيم اللي وياي هم شايليني، يعني لو بدونهم كان ما أقدر أسوي، كان يمكن يأخذ لي أيام لما أنفذ العمل، فهم ميانين نفسي ترى. فسوينا هالعمل، لما سويته الخلف الكواليس صار أحسن من العمل النهائي، يعني الخلف الكواليس أعطى قوة في العمل. ولما نشرت العمل أنا ما كنت متوقع أن العمل بيضرب. هو يعني وصل حق دبي صح؟ وصل العالمية، وصل مرسيدس أمريكا، مرسيدس جيرماني، مرسيدس يابان، يعني ونشر تقريباً سوشيال ميديا بشكل كبير، الأكاونتات مال الأفلام وهالأشياء اللي حساباتهم اللي فولورز مالهم ملايين كانوا ينشرون أعمالي. عقب دي حصلت الاتصال من دبي من شركة مرسيدس إن نبيك تشتغل حق نفس الفكرة حق عيد الوطن، حق عيد الأضحى، ونعطيك سيارة، يعني سيارة سعرها ما أدري، اللعبة سعرها فوق 200 دينار يعني. فقلت لهم بالعكس هاي الساعة المباركة، فزاد التشالنج إن أنا أوكي أوريدي مسوي شيء، فشلون بسوي شيء أفضل منه؟ فقعدنا مع الشباب، حتى موجود المقطع في الفيديو في اليوتيوب، إن شلون الحين بنخلي السيارة بدل ما واقفة تكون ماشية، وما بندخل فوتوشوب. فنحن دخلنا الفوتوشوب لمسات خفيفة الحين نحتاج ضروري، بس خلينا السيارة وربطناها بخيط الصيد وتحركنا سيارة وسويت شارع، سويت رصيفها هني، بس سويت الشارع وسويت البر وركبت الخلفية. المرحلة الثانية حتى الغيم سويته كبروجيكتر في وقت التصوير. ما شاء الله. فالعمل الثاني الحمد لله ضرب أكثر من العمل الأول. كان بعد أن الموارد اللي كانت متاحة كانت أكثر. بالضبط. وغير دي إنه خبرة، خلاص أنا سويت العمل واكتسبت الخبرة إن شنو أسوي، سويت العمل الثاني. من هالعمل الحمد لله الأكاونتي صار فيريفايد، لأن انتشر حسابي في أكثر من حساب عالمي. من عقبه خد مني أسبوع الأكاونت صار فيريفايد، يعني أنا ما كنت أدري واحد طرش لي ترى بالبركة، استأنست يعني. فالحمد لله، يعني أنا أحس، أنا دائما أقول حق الشباب ترى مو كل شيء مادي، مو كل شيء إحنا نشتغل كتجار، لازم نشتغل أشياء اللي هيكون ستيب أب حق مستوانا، ستيب أب حق أشياء إن إحنا نتعلم، ترى هاللي بيوصلونا لمرحلة أكبر وأكبر. أنت الحين بطلت عيوني من خلال الفيديو اللي شفناه. يعني هل يعني إعلانات السيير تصير بهذه الطريقة؟ مو معظمها. أو بدأت تلجأ خلينا نقولها حق هذه الطريقة، يمكن هي خدع أقل بصرية، أقل تكلفة. ممكن بعض الأحيان أنت أشياء مو متوفرة. ما حصلوا تصريح، ما حصلوا أماكن تصورون، في ناس مصورين معروفين بهالطريقة يصورون أشياء، يخلقون لك كامل الأجواء كأنها حقيقية من خلال استديو. مبلغ يعني أنت حين تخيل أنا ماخذ المرسيدس بودي في الشارع وهذا شغل كم بيكلف، كم بياخذ من وقت، كل هالأشياء وأنا قاعد أسوي في الاستديو. ترى كل واحد لمسة فنية مختلفة، كل واحد طريقة مختلفة في التصوير. أنا لحد الآن أحب أصور سيارة برا، لأن يعطوني سيارة أمشيها. طبعا تصوير سيارة برا وايد أحلى وايد أجمل، بس هاي تشالنج. وترى نفس الصورة نقدر نسويها في فوتوشوب، أصور الصورة بخلفية بيضة أحولها، بس في النهاية أنت ما قاعد ما تفتخر في العمل اللي سويته. يعني وايد ناس أنا أقرأ وايد أحب أقرأ الردود، يعني وايد يقولون مضيع وقته مسوي شو اسمه استوديو، مسوي ديكور، مسوي ايش، كان مسوي فوتوشوب. في ناس رادين، انا ما ارد، في ناس رادين ترى الحلاوه في هالشغله ان انت تعبت على الشغله وطلعت دايركت من الكاميرا. يعني هو عالم الاعلان نفسه
عالم يعني يكاد أن يكون مخيف من كثر أحياناً ما تستخدم فيه الخدع البصرية. حتى يعني مثل على الطاري نفس ما قال بسام قبل شوي، إحنا أحياناً نشوف بعض الإعلانات خاصة يعني يمكن في الأكل، نشوف مثلاً الدياي منتفخ والبرجر وكذي، لكن لما نطالع شلون تم صناعة هذه الصورة أو خلق الصورة تكتشف إن فيه خدع يعني رهيبة ممكن يسوونها. زيت سيارة نستعمل. زيت سيارة نستعمل. فوم شيف نستعمل في الايس كريم، يعني الايس كريم عشان ما يذوب نستعمل فوم. يعني مشكله احنا ساعات نروح نصور نسوي هالخدع ما نقدر ناكله بعدين. فاحلى ما في الموضوع في تصوير الاطعمه ترى عندك بوفيه مفتوح، بس لما ندخل فيها الاشياء خلاص عيل السيارات اولا نسبونها افضل. جان احنا طبعا بنواصلين نفس ما قلنا في فقراتنا، ولكن الحين راح نشوف مع طبعا الفقره اللي زارك فيها فريق الاعداد وطرح عليك مجموعه من الاسئله، نشوف هذه الاسئله معاكم مشاهدينا وراجعين مع ضيفنا العزيز. تنافس من في مجالك؟ مع نفسي. شنو تغير في 2012؟ تحول من جان البلوشي لجان كليك ميديا. الكاميرا حبيبة ولا آلة؟ أكثر من حبيبة. علي الرفاعي قدوة. عام 2005 بداية جديدة. شنو يعني لك فيلم زراب؟ تجربة أو مدرسة أقدر أقول. هل النجاح الحالي يرضيك؟ ما بدت المشوار لحد الآن. التصوير بالنسبة لك هواية أو موهبة؟ دمي كل شيء. الله يخلي لك كمارتك أول شيء. أكثر من حبيبتك. المشكلة صار وايد يعني ذكرت شوق في التقرير، سألتك عن فيلم اللي هو زراب، كلمنا عن هالفيلم. أنا عقب ما رجعت من أمريكا وايد أشياء في مخي، أبي أطلع حرتي، أبي أطلع طاقتي، أبي أسوي شيء. فاحنا بين فتره فتره انا واخواني نسافر نغير جو، فالمره اخوي الكبير قال لي بسافر بلوشستان عشان نشوف المناظر والاشياء. قلت له باي وياك بصور فيلم. قال لي ترى انا بسافر عقب 10 ايام. شنو بتصور، فيلم قصير؟ قلت له لا فيلم طويل. ينيت فيلم طويل عندك 10 ايام ايش بتسوي فيه؟ قلت له ان شاء الله. كنت مسوي سيناريو قبل؟ انا مسوي لا ما كنت مسوي سيناريو ولا شيء. فبديت افكر، راح اول مره ادش اكتب، ما عمري انا ما احب الكتابه، فقمت اكتب اشياء في مخي وسويت لي سيناريو وقعدت مع اخواني وكلمت ناس في بلوشستان ترى وانا بايكم بسوي فيلم، جمعوا لي فريق. قال لي يصير خير، يعني وايد ناس يقولون لهم كذي ترى يصير خير، تعال نشوف شو يصير. فعقب ما كملت واشياء وسويت لي سيناريو وذبحت روحي، لما رحت هناك الاجواء مختلفه، ترى ما اعرف شلون بالضبط الاشياء بتكون. فلما رحت قعدت مع، قال ترى احنا ما نقول كذي، احنا ما نسوي كذي، احنا عندنا كذي، احنا عندنا كذي. حسين فغيرت في السيناريو وايد. عقب ما غيرت في السيناريو وايد الحين ما عندك فريق عمل، لان يعني متعود هنا الشباب يشيلونك، هناك من بيشيلك؟ فقمت ادرب الشباب هناك، تميت اسبوع بس ادرب الشباب مسكة الكاميرا اضاءه. وانت عندكم 10 ايام بس؟ لا انا تميت هناك في شهر، يعني 10 ايام في البحرين عقب ما جهزت كل شيء سافرت لمده شهر. قبل ما نبتدي تميت اسبوع بس نعدل في السيناريو، ندرب الشباب كل الاشياء، معدات شنو عندي، كاميرا واحده، ثلاث اضاءات ومايكين بس، رايح اصور فيلم. فهاي كانت يعني خلينا نقول انه ابي اسويه تحدي اكبر، انه عندي هالاشياء بسوي فيلم. والحمد لله لما بديت حصلت شخصيات وحصلت ما شاء الله عليهم، يعني هم اللي شالوني بعدين، يعني عمرهم ما قالوا ان احنا ترى قاعد صورنا 12 ساعه تعبانين، لا نواصل. غير دي الممثلين ما شاء الله، يعني ما انبهرت من الخبره، انبهرت من الاداء، انبهرت من المستوى اللي عندهم، يعني مظلومين لاخر درجه. خلصنا فيلم
اليوم طلبوا اشتبهم، قال اهم شيء الفيلم ينجز بس، ما طلبوا مني ولا شيء. حملنا سوينا فعاليه بسيطه، احتفال بسيط. التشالنج العود، التحدي الاكبر لما رجعت انا اوريدي تارك شغلي لمده شهر حتى على المنتج. خذيت 8 أشهر امنتج الفيلم ما شاء الله، شهرين اعدل الالوان. إيه. فتميت سنة بس أنا المونتاج، ناس يكلموني وين وعدتنا على الفيلم وين وين. عقب ما خلصت المونتاج أول عرض سويته حق الأهل، ناديتهم في الاستديو، شغلت الفيلم. الفيلم اللي هو درافت لحد الآن، ما في أشياء، ما في الألوان نهائية. لما طالع الفيلم أول مرة حسيتهم إن الصفقة ذي من قلب، طالعين وقفون وصفقون يعني أهل حبوري. ما بينا يعني هالمجاملة وشذي، بس حسيت اوكي انجزت خلاص، انا انجزت، ما احصل جوائز ما احصل جوائز، الفيلم ينتشر ما ينتشر ما يهمني، هاي الصفقه دي تعني لي كل شيء. عقب ما خلصت الفيلم حاولت اعرضه في السينما، انعرض في السينما وطلع اول فيلم باللغه البلوشيه في العالم ينعرض في السينما، هاي انجاز ثاني. انتشر في كندا، كلموني يبون الفيلم، امريكا كلموني يبون الفيلم، ساوث افريكا انعرض الفيلم، في الهند انعرض الفيلم، في باكستان انعرض وصار نومينيتد من بين الافلام البوليوود وافلام العالميه مصورينها في امريكا. انا هاي ما كنت ادري، واحد مطرش لي صوره من فعاليه نجوم بوليوود نجوم هوليوود هناك وفيلم زراب من ضمن النومينيتد. هاي انا حصلت يعني انا اعتبرته حلم. ايش معنى كلمة زراب؟ زراب معناته الحرارة اللي طالعة من النار، مو السراب. زراب يعني لما تصبون بترول ما في شيء يطلع كذي نفس زراب، هاي يسمونه زراب. انا ما كنت اعرف المعنى، بعدين قالوا لي اياه. فالحمد لله يعني انا حسيت هاي تجربة وتعلمت فيه وايد، وعرفت ان شلون انا اكون كمخرج وانا مصور الفيلم. يعني أنا كنت في التصوير وأنا كنت أخرج الفيلم. شنو كاميرتك كانت؟ سوني 6500 صغيرة كذي، بسعرها 350 دينار. جميل. يعني أنا دائما أقول ترى مو في كل شيء في الكاميرا. بلى. مو شرط تأخذون كاميرا أغلى كاميرا تبون تصورون أحلى نتائج. ماخذ بيها 3-4 عدسات وأربع إضاءات والحمد لله يعني أنجزت وتعلمت وايد أشياء من خلال الفيلم. تعلمت. الحين التحدي الأكبر إنه أبي أنجز فيلم بحريني. مع المعدات اللي عندي، مع الخبره اللي عندي، وان شاء الله ان شاء الله قدها ان شاء الله. احنا يعني حلو ان احنا نوقف عن موضوع الانجازات، لان هذه طبعا كلها تبين يعني امكانياتك الكبيره، وانت شلون ممكن اليوم نفس ما تفضلت وقلت هو مو شرط ان الواحد تكون عنده الماده متوفره، كثر ما يكون عنده شغف في العمل. أكيد. لان الشغف هو اللي يصنع جمال العمل ويطلع منه فكره حلوه. أكيد. في موضوع ايضا الانجازات، انت فزت في درع او حصلت على درع ذهبي في تصوير اللاندسكيب في مسابقه عالميه في النمسا. هذه الدرع الذهبي ايش كثر اثر على مسيرتك؟ انا كنت وايد اشارك في مسابقات محليه، الحمد لله فزت. فلما شاركت شفت مهرجان النمسا شاركت، ما كنت متوقع اصلا انا بفوز او حتى يعني صوري بتنتشر. بعدين كلموني تعالت استانست. عقب فترة وصل لي شو اسمه فيدكس أبطل درع، اتصلوا لي إن يباركوني. أنا هاي يعني إنجاز بالنسبة لي كبير كان، وهاي خلاني أوكي ترى أنا غير الشغل التجاري لازم أجتهد أكثر في هالعالم، في عالم المهرجانات، في عالم المسابقات، في عالم التصوير الفني بشكل أصح. فالحمد لله يعني عقب فتح المشوار بالجوائز، الحمد لله صوري انتشروا في مجلات عالمية، في الحمد لله. يعني انا اعتبر المصور او الفنان عمره ما يتخيل انه كم مردود بيحصل. لما يحصل اشاره في مهرجانات، يحصل دروع، هاي بالنسبه له هاي اكبر شيء. احنا يعني طماعين في الجوائز، طماعين في الدروع، طماعين يمكن طماعين شويه في الماده، لان هاي في النهايه رزق. أكيد. بس هاي الشيء اللي نحتاجه كفنانين ونحتاجه كمصورين. بس جون يعني احنا بعد يفضل نجمع الاثنين مع بعض يعني. اكيد. يعني انا بقول لك في فيلم اللي هو فيلم اكاديمي مثلا، وفي فيلم تجاري. ايوه. زين احنا حزات نشوف افلام والله لا تجمع الاثنين، يعني تشوفه يحصل جوائز بالضبط، وفيلم شباك التذاكر ما شاء الله يعني حصل. أي. يعني بالضبط مبلغ مويد مرتفع بالضبط. يعني من وراء
يعني انت شلون تجمع بين الاثنين؟ شلون تكون تجاري واكاديمي في نفس الوقت؟ بالضبط. هاي دائما اقول ان انا احب الافلام الدراما اكثر، بس ما ابي اروح في افلام يجيب لك الكآبه، الافلام اللي يسمونها ارت، الكاميرا ما تتحرك لمده 3 دقائق ثابته، ولا انه يكون فيلم تجاري وسلمان خان شوت له واحد يطير له 20,000 واحد. فانا احب افلام اللي يدمج الاثنين، يعني فيلم كاستوي، فيلم يعني اشياء الفيلم انه في هدف، في قصه قريبه من الواقع وكل من يحبه. انا هاي الشيء اللي سويته الكل يحب النخبه والجمهور العربي. بالضبط. انا هاي اللي حاولت اسويه في فيلم زراب وفيلم جلباب. فيلم جلباب ولدي الصغير ابراهيم يحب يطالع. ليش؟ لانه في شخصيه كاريكاتير يحب يطالع، العود يحب يطالع انه في النهايه في رساله في الفيلم. فانا احاول ان ادمج الاثنين. انا مو من عشاق الافلام المارفلز، الافلام سوبر هيروز، لان هذا يمكن في ناس متخصصين لهم. انا ما احب ادش في هالعالم، احب ادش في افلام حقيقيه، افلام دراما واقعيه بس مو ممله، مو ممله، توصل رساله بشكل مرتب بشكل حلو. جميل. انا يعني ودي اسال شغله، انه يمكن الحين في اكثر من مره انت كررت عباره ان شاركت في مثلا مهرجانات وفي مسابقات وما كنت متوقع الفوز، ولكن عدم التوقع ذي يصاحبه انه يكون في مو بس يعني خلينا نقول نجاح، انما يكون في انجاز ويكون أكيد. في دروع ويكون في ميداليات. انزين ليش هذه يعني ما يكون هذه الحدس عندك لما انت تشارك؟ لا انا عملي بيفوز، لان انت تحط كل طاقتك فيه، كل شغفك تحط في ذي العمل، ليش ما تكون متوقع ذي الشيء؟ اول شيء لان انا اشوف المستويات في العالم مستويات كبيره. لما ابطل كتاب تصوير فوتوغرافي اشوف الاعمال انبهر واقول انا احس انا ما وصلت لهالمرحله ان انا انافس دلين. انا اتعلم اجرب بس ما وصلت لهالمرحله. فلما اشارك يمكن جزء من داخلي يقول ان ان شاء الله تفوز، بس انا ما اخلي انه اوكي اذا ما فزت خلاص ازعل. هاي الشيء اللي خليني اوكي شاركت خلى على الله ويصير اللي يصير، وهاي اللي يخليني انا اتفاجئ. نفس مستر بين يخلي شيء عند باب البيت ويروح يبطله يحصل هديه، نفس الشيء اشارك واذا فزت استانس، اذا ما فزت انا قايل انا ما بفوز. فانا احس في ناس يشاركون لما يشاركون في مهرجان يشاركون في مسابقه لما ما يفوزون يزعلون. انا احس لا بالعكس، هاي الشيء يخليك انه تتشجع تسوي شيء احسن واحسن مره الجايه. وايد مهرجانات مسابقات ما فزت، يمكن ما بقول عنهم وايد، حتى مهرجانات ومسابقات محليه عاديه ما فزت، فهذا شيء عادي. يعني انت طريت موضوع الكتب التصوير، واحنا هاي معلومه طبعا لازم نقولها، ان انت يعني صورك منتشره في 3 كتب عالميه، اكثر من 3. زين اكثر من 3 كتب. زين كلمنا اكثر عن هذه. يعني اول شيء انا قبل ما كملت قصتي لما بدأت أتعلم التصوير واشتغلت في عقارات، عقبها أنا اشتغلت في شركة لمدة 2 سنين أصور حق الكتب. هاي الشيء اللي خلاني أتعلم إن شلون الكتب تتصور، شلون الكتب تسوي. عقبها أنا فتحت الشركة. فتصوير أنا أشارك، أحب أشارك. أنا الحين قللت المشاركات لأن ما عندي وقت وايد، الصور فنية أحب أصور أكثر. في أعمال بس تنعرض، في أعمال تفوز. أنا وايد أعمال نعرضها في مجلات عالمية، في كتب عالمية، كتب تصوير فوتوغرافي، في أعمال فازوا في أعمال ما فازوا. فهاي اللي خلاني أنا كتبي موجودين عندي في الاستديو ما شاء الله، يعني موجود فيهم صوري وأنا أعتبرهم إنجاز. وغير دي الكتب ترى كل كتاب أنا أعتبره أكاديمية، أفتح كل صفحة درس. أنا من صغير ما أحب أقرأ، هاي نقص مني انا، احس هاي شيء سلبي بالنسبه لي كمخرج، ان انا ما احب اقرا، احب اطالع. لحد الان اذا بتعلم شيء اروح يوتيوب اطالع، نظري اكثر من ان اروح اقرا. لحد الان يطرشون لي سيناريو اذا اكثر من صفحتين اطرش حق الكونتنت رايتر اللي عندنا كوبي رايتر، اقول اقرا لخص لي شنو الموضوع. فما احب اقرا. يمكن تمشي بعد اكثر شيء على حدسك اكثر مما يكون يعني يمكن على القراءه. جان طبعا برنامج وطني في كل ليله يستضيف فيه ضيوف
في عنده فقرة ثابتة وهي الفقرة دائما يعني يكون فيها شوية نفس ما نقول عنصر المفاجأة الغير متوقع بالنسبة للضيف. بيكون معنا طبعا فقرة الأهل والأصدقاء. احنا اليوم في هذه الفقرة معنا اثنين من أصدقائك شاركونا بفيديو، خلنا نشوف هذه الفيديو وراجعين نعلق عليهم. وزياد جانب لوشي، قبل سنوات كنت أشوفك في اليوتيوب وكنت وايد منبهر من الأشياء اللي تقدمها هناك، المحتوى الجميل والراقي والدروس المفيدة، كنت وايد أتعلم منها. والحين بعد سنوات من التقيت فيك، مر أكثر من 6 سنوات، أنا لازلت منبهر فيك وفي شخصيتك. أنت إنسان وايد شغوف، تحب عملك وتحب أنك دائما تقدم الأفضل والأفضل، ما تحب توقف عند مرحلة أو خطوة معينة، لا دائما أشوفك تبحث عن الأقوى والأفضل. والأهم انك انسان تحب تفيد الناس دائما، تحب تقدم النصح، تحب تقدم النقد الهادف، وايد تعلمنا منك في السنوات السابقه ووايد نتعلم منك الى الان. واحب ان دائما اذا كنا في اي مشروع دائما تحب تضيف لمستك الخاصه، دائما ما تحب يكون وجودك وجود عادي، تحب يكون بصمتك وايد واضحه في اللوكيشن، في موقع التصوير، في المونتاج، في اي شيء. والله بجد انت مكسب حقنا ومعرفتك مكسب لنا. جون بلوشي، سؤالي لك، انا اتذكرك من ايام عرب ديجي كام، يمكن من 2005 2006، اتذكرك ان انت شخص تشتغل دائما بروحك، بس من سويت جان كليك ميديا انتقلت نقله نوعيه وصار في فريق قوي ما شاء الله معاك، كلهم الله يحفظهم ويبارك فيهم يعطيهم الصحه والعافيه. شلون كانت النقلة ذي؟ أنا بيعرف ذي الفترة، هذه الفترة أحسها يعني فترة حلوة في حياتك، شلون انتقلت من الشخص الواحد للفريق؟ الله يخليهم. أول شيء مشكور أخوي إياد وأخوي دعيج، ترى دعيج مدرسة ما شاء الله عليه، يعني من أوائل الناس اللي بدوا يدرسون. هو يقول لي ترى يعني انت اوكي انت استاذ ونتعلم منك، ترى لا هو الاستاذ، استاذ اياد العون ما شاء الله عليه، مصور شاطر ومصور شغوف واشتغلنا معاه وايد، عمره ما تشوفه تعبان، يعني 12 ساعه نشتغل مبتسم متغشمر ما تتعب، يعني الحمد لله. يعني اذا لما تشتغل مع ناس كذي انت تستانس. صحيح. ونروح على سؤال أستاذ دعيد، إنه سألني شلون كانت النقلة من شخص إلى فريق عمل. نفس ما قلت لكم، أنا كنت إنسان خجول وإنسان ما أتكلم وايد ويا ناس. لما بديت المشوار ولما فتحت الشركة إحنا كنا 2 بس، أنا وولد عمي. بعدين لما بديت ترى التصوير مو بروحك، تصوير مو بس أمسك الكاميرا تعال تصور ونفذ، ترى في فريق عمل، في سينماتوغرافر، في اسيستنت دايركتور، وفي 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 ما شاء الله. زين الحين يلا مين بيشتغل معي؟ جربت ناس، صورنا 12 ساعه تشوفهم تعبانين، ابن جربنا ناس ثانيين صورنا 10 ساعات تشوفهم تعبوا، الحين من المينون نفسي اللي ما يتعب؟ الحمد لله والعمي كان معاي طلع مينون، نخلص 18 ساعه تصوير يقول ها نواصل، شوي شوي دش واحد ثاني في الفريق، طلع من ربعنا ابي اتعلم ابي اسوي يلا نشتغل، طلع مينون والحمد لله جمعنا جروب ميانين اللي ما عندهم وقت، ما يشوفون الوقت، ما عندهم ان ترى انت عندك بيت عندك اهل روح، لا لازم نخلص الشغله. فكره في بالي ترى شباب عندي فكره ذي بس مستحيل، يقول ليش مستحيل نجرب. يعني هاي اللي يخليك اوكي تتشجع تسوي ساعات. وهم الحين وصلنا لفتره ان هم يقولون لي ترى جان لازم تسوي كذي، لازم تتعلم، لازم، يعني هم قاموا يعلموني الحين. فانا احس انا محظوظ بين هالفريق، عمرهم ما طلبوا شيء زياده، عمرهم ما قالوا جان ترى اليوم تعبنا بسنا، جان وين الغداء وين العشاء وقت التصوير، انا ترى انسى، انا بالنوع التصوير التصوير انسى، هم بعد ما يقول ما يذكروني ان ترى جان في بريك. فلما تكمل لك هالفريق انت تستانس وقت التصوير، وغير دي ان كلهم ربعك
أنا عمري ما تخيلت، عمري ما بوصل لمرحلة إن أنا ريل على ريل وأنا مخرج تعال أنت فلان سوي كذي أنت سوي كذي. هاي أنا أعتبر آخر يوم في مجالي. فلما أنت تشتغل ويا الفريق ربعك وإخوانك تشيل معاهم إضاءة وتركب الكاميرا وتعلم وتسولف تخلص التصوير تستانس تروح تعشى وياهم ما تتملل من الشغل. فإحنا يمكن نحتاج ناس زود، بس ما بقول إن أنا بفتح مجال حق كل من تعال، لأن أنت في النهاية لما الناس يشتغلون على قلب واحد صعب تجيب لك ناس إنه أوكي ينسجمون معكم. إيه يبي له فترة. في ناس كلموني جانا بنشتغل معك نشتغل معك أذوني نشتغل معك نشتغل معك أوكي تعال عندنا باكر تصوير تصوير خفيف 12 ساعة تعال نهاية الدوام نهاية الشغل تشوفهم تعبوا يوم ثاني ما يردون على التلفون. في واحد اسمه شهزاد معاي كلمني كذي إنه أنا بشتغل معاك بشتغل أتعلم. خذيته معاي في التصوير، يوم خذيته معاي في التصوير 18 ساعة كارف خلصنا التصوير هان جاء الباكر ساعة كم هيك الحمد لله لحد لما معاي وكذي يعني الفريق كله الناس كلهم يعرفوني والحمد لله يعني حلو إنه يكون يعني روح الفريق الواحد وقلوبكم على بعض وتحبون الشغل وما تملون وغير دي يعني نفس ما قال الأستاذ إياد إن لما نشتغل معاهم ترى لما أنت عندك فريق متكامل على قلب واحد تشتغل مع فريق ثاني متكامل هني بتصورون مجموعة حلوة تشتغلون ويا بعض. هي بعد انتوا قاعد تطلعون في النهايه عمل واحد وعمل بالضبط فني بالضبط. فحتى الرؤيه لازم تكون منسجمه ويعني وافكاركم يعني اكيد وهاي الافكار وهاي اللي احبها في ديرتنا في البحرين ترى ما في منافسه. احنا عندنا جروب كل واحد عنده شركه انتاج نوزع الشغل بيننا. ترى انا الحين ما عندي وقت ترى انت سوي كذي لا انت متخصص في هالشغله انت خذ هالشغله تعاون ما عندنا منافسه عندنا منافسه شريفه ونتعلم من بعض كلنا اخوان. هاي الشيء حلو ما تشوفه باماكن ثانيه ترى. احنا مستمرين بس خلينا نشوف معاك هذه بعد فريق الاعداد يوم زارك المفاجاه ما شاء الله طرح عليك مجموعه بعد من الاسئله نشوف معاكم مشاهدينا هذا التقرير مع جان البلوشي وراجع. عادةً إحنا لما نقول نصائح أو رسالة حق الناس يتمللون بسرعة، فإحنا نحاول نوصل هالرسالة أو المسج بطريقة إبداعية بطريقة غير مملة عشان الفئة العمرية كلها تستوعب. يعني إذا ساعات عندنا رسالة حق الأطفال أو الأهل إذا شرحنا لهم الرسالة أو المسج ما بيسمعون بس نسويها عن طريق فيديو وجميل مستوعبون أكثر. نفس الشيء الكبار، فكل رسالة لها أسلوب مختلف نقدر نوصل حق فئة خاصة لهالمسج أو حق الجمهور اللي نبي نوصل له. أهم الخطوات أنا أحس التجارب، دائماً أحاول أجرب أشياء جديدة أشياء ما سويتها من قبل، منها أكتسب خبرة ومنها أتعلم إنه أوكي أنا هالمرة غلطت هالشيء في المرة الثانية ما بعيد هالغلطة مرة ثانية. وساعات اسوي اشياء يمكن الكلاينت مو طلب مني بس اقول لهم اعطيكم اوبشن اكثر عشان انا بعد اجرب اشوف طاقاتي. فهاي الشيء يخليني انا امارس واتعلم اكثر واكثر. اول شيء دائما اقول دائما هالشيء اقوله ان استمروا جربوا لا تمللون سنة سنتين ثلاث أربع لا توقفون. أنا أعرف شباب إنه يبدون أول سنة ثاني سنة ما يحصلون الفيدباك اللي يبونه يوقفون. لا استمروا تعرف تعلمون من أغلاطكم. شيء ثاني نشروا أعمالكم لا تستحون ترى الكل يغلط. لحد الآن إحنا صورنا يمكن نازلهم فيهم أغلاط بس شنو إحنا ننزل ونشوف الانتقادات. ونصيحة يعني النصيحة الأهم لا تغير من شخصيتك مبتدي تعلم حتى لو وصلت أي مرحلة أنت قاعد تتعلم. Thank you.
يعني ما شاء الله كم من الجوائز، كم من الدروع التقديرية، وهذه طبعا مثل ما قلنا في يعني نتيجة كفاح، نتيجة اجتهاد، نتيجة سنوات من التعب وحب العمل في هذا المجال. عملت فيه كممثل، عملت فيه كمصور، وعملت فيه كمخرج. اليوم جان البلوشي لما تكلم عن حلمه كمخرج، تحب ان انت او تحلم ان انت تخرج حق منه من الفنانين الابطال اللي ممكن يشاركونك في اعمالك؟ بقول لك محلي ولا عالمي؟ الاثنين، يلا الاثنين. انا من 2000 استاذ جمعان الروعي واشتغلت معاه الحمد لله، ابي اخرج فيلم معاه، هاي امنيتي. وما شاء الله فنانين كبار وايد موجودين في الديره. العالميين ما بقول، لان انا اعتبر بحرينيين هم عالميين بالنسبه لي انا. واذا قدرت نشيل ويا بعض نروح هوليوود نسوي لنا شيء، او فيلمنا ذي اللي نسويه في البحرين مع ابطال البحرينيين نعرض في هوليوود، ليش احنا نروح وهناك ونقول احنا بختار الممثلين اجانب عشان انا انشهر اكثر؟ لا، احنا عندنا طاقات اكثر. نفس ما صار في الفيلم الكوري بالضبط. نفس الشيء يعني. هم كان فيلم كوري افضل فيلم اجنبي بس حصل كل شيء. فنقدر يبي لنا شويه وقت، شويه دعم وتشجيع. اللي عندنا الحمد لله ان شاء الله قدها ان شاء الله، ومخرجين ما شاء الله موجودين. يعني ما اقول ان انا بخرج العمل، بنخرج بنسوي ان شاء الله ان شاء الله. ايش معنى جمعان الروعي؟ فنان كبير وقدير، لكن ايش معنى هو؟ لان انا حبيت شخصيه، ترى ما شاء الله يعني الفنانين الكبار انا اذا ببتدي اقول اساميهم ما بخلص. بابا ياسين، خليل رميثي، الله يرحمه علي الغرير، يعني فنانين ما شاء الله ما شاء الله على مستوى. تروح تشتغل معاهم ينادوني استاذ، انا استحي اقول لهم ترى ابي، انا استحي اقول لهم ان ترى ابيك تحرك من هنا، يقول لي بالعكس انت حين مخرج قول اللي تبي بنسوي لك اياه. تواضع لاخر الحدود، هاي اللي انا خليني اوكي ترى هاي الفن، اسلوب شلون تتكلم مع ناس في الفريق العمل في المكان الموجودين، هاي هو الفن. في فنانين كبار بس اسلوبهم مو يعني ما انا ما اعتبرهم فنانين في النهايه، بس لما تشتغل مع فنانين بحرينيين من بدايه الشغل لنهايه الشغل ابتسامه وياه، ابتسام من هني لهني، يحترمونك، يحترمون رايك، يضيفون لك، تتعلم معاهم. فمن كذي انا احس الفنانين كلهم، وجمعان رعي طبعا هو البطل الرئيسي بالنسبه لي انا. تحية طبعاً حق فنان الكبير طبعاً جمعان الروعي، أستاذ كبير بالفعل. ويعني وإحنا يعني هذه سمة التواضع، ويعني مع الإبداع في نفس الوقت، يعني سمة فنانين البحرين هذه شيء أكيد طبعاً. إحنا يعني بعد مستمرين وعندنا بعد بنعرض، أنا ماسك البروجيكتر بنعرض مع مشاهدين الكرام هذا المقطع، وهو من أعمال جان البلوشي. نشوف المقطع وبعد بنرجع نعلق عليه. فيكم عادي الا تلفون، انت وايد مكبرين السالفه. خطر حاله حرجه، وانت لما نسوق السياره خطر ولا؟ مساعة في الفيديو يخرع بس بطريقة حلوة يعني. مساعة في الفيديو اللي شفناه مع أحد الأصدقاء طبعاً إياد، كان يقول كلمة، يقول إنه ما في عمل شارك فيه جان البلوشي إلا وكان يحب إنه يضع بصمة مختلفة ويصنع تميز في هذا العمل. الفكرة اللي شفناها الحين كانت هي رسالة توعوية بس وجهتها بأسلوب مختلف تماماً، خبرنا عنها.
لما الناس يكلموني ترى جان عندنا شغلة تعال، هم أكيد مكلميني بسبب. ترى في ناس وايد، فأنا لما أروح أنفذ أوامرهم ما سوينا شيء. فلما أخذ فكرتهم ونسويها بطريقة مختلفة، ساعات ننجح ساعات ما ننجح، مو كل مرة أننا نسوي عمل ينبهر ننشر الأعمال اللي حلوة، أما الأعمال الثانية يمكن ما ننشرهم. هالفيلم لما حبينا نشارك في مسابقة المرور قدرنا، قعدنا ندور قصة ندور شيء، زميلي شهزاد نفس ما قلت قال لي عندي فكرة كذي خلنا نسوي. قلت له مدام الفكرة من صوبك أنت خرج العمل. قال لا بالعكس، يعني أنت المخرج على طول وأنا المصور، وهو مصور عندي. قلت له بالعكس، هالمرة أنا بيود الكاميرا بكون سينماتوغرافر أنت خرج العمل. والفكرة قعدنا سويناها كامل، كتبنا السيناريو جبنا ممثلين. عقب ما خلصنا أنا كنت المصور، مصور الفيديو الرئيسي وهو كان المخرج. فحبيت هالتنوع بيننا، يعني مو كل مرة إنه أوكي ترى أنت المخرج أنت المصور، لا ترى لازم نتعلم أشياء ثانية. يعني أنا فريق العمل دائما أقول لهم ترى إذا أنت ماسك الصوت لازم تعلم التصوير، باكر يصير ظرف لازم تأخذ مكانه، تبادل الأدوار. إيه بس متخصص في الشيء تصوير فوتو لازم تعلم فيديو شوي. فكذي وخليهم، أنا سويت سياسة خليت فريق عمل يشتغل مع كل من كل الشركات في البحرين يشتغلون معاهم، يعني كبارت تايم كفريلانس كسابورت كجيفر. هم ساعات يكلمون جان كليك بس يبون فريقي ما يبوني أنا، ينبي فريقك بس ثلاثية الحمد لله يروحون أنا أتعلم منهم. في النهاية ترى جان المخرج فلان لما جاء لما سوى كذي سوى كذي، مصور داك سينماتوغرافر ترى طريق أتعلم منهم. فهاي خلينا احنا نكسب خبرات من بعض. حلو التعاون، انا عاجبني موضوع التعاون. انا اشوف مثلا دول ثانيه حرب يعني. اي لا يعني الحمد لله طق طاقك على موضوع ال هالشيء، يعني احنا نحس محظوظ احنا وانا باكل السوق انا لا ما اخلي ما اعطي تشانس، بس ما شاء الله شيء طيب بالعكس. وايد وايد طيب بالعكس، نستفيد من بعض ويعني نتعلم من بعض ونوزع أشغال من بعض. يمكن اللي يميز أعمالنا ويميز يمكن فنانينا وميز عيال ديرتنا ما عندهم أنانية في العمل، بالعكس يعني في تعاون في محبة في هدف واحد الكل قاعد يشتغل عليه. أنا ما قاعد أشتغل باسم جان، ما قاعد أشتغل باسم شهزة، أنا قاعد أشتغل باسم المؤسسة أو نخلق عمل باسم مملكة البحرين، وهذا السبب في نجاح أي عمل وتميزه وحصاده على الإنجازات وعلى الدروع اللي شفناها ما شاء الله لك، وحكل يعني الناس الفنانة اللي تعمل بحب وشغف في مجالها. حديثنا وياك جان حديث كان يعني احترافي فني جميل جدا، استمتعنا جدا، عرفنا قصة كفاح بالضبط، قصة كفاح حلوة، فسعدنا جدا بوجودك معنا، يعطيك العافية وشكرا لتلبيتك الدعوة. ومشكورين على الاستضافة الحلوة، وأنا أعتبر تلفزيون البحرين هو بيتي الثاني، فأي وقت أنا حاضر لكم وإن شاء الله إن شاء الله نوصل رسالة للمبتدئين للمصورين للداشين في المجال، استمروا وصوروا. جميل. إن شاء الله أني هوليوود معاك. إن شاء الله حياك. الله يعطيك العافية، شكرا جان البلوشي، شكرا جزيلا على حضورك معنا. مشاهدينا بنطلع معاكم فاصل وراجعين معاكم.